السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على الأمازيغ، الثقافة الأمازيغية والتاريخ الأمازيغي بمناسبة اليوم كي تعتبر السنة الأمازيغية. وكنتمنى إذا كنت أول مرة كتفرج ما تبغاش تدخل علينا بأبوني ودير جيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد وتعليق ودينا الرأي ديالك في التاريخ ديال الأمازيغ، وشكرا لكم بزاف. المهم، الأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا. كيتواجدوا هاد السكان الأصليون لشمال إفريقيا في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وكذلك الدول الإفريقية. أول حاجة غادي نشرح لكم الراية الأمازيغية. عندنا اللون الأزرق اللي كيعني الإخوان البحر الأبيض المتوسط، وعندنا اللون الأخضر اللي كيعني شمال إفريقيا المناطق الخضراوية، اللون الأصفر كيعني المناطق الصحراوية الجنوب. الإخوان، الناس كتقول بأن الأمازيغ ما عندهمش تاريخ، ما عندهم لا تاريخ، ما عندهم لا أصل لا والو. بالعكس أخويا، خصك ترجع للور للور للور، تعرف التاريخ الأمازيغ وتعرف الحكام اللي حكموا الأمازيغ وبزاف ديال الحوايج. دخل غير لجوجل دير تاريخ الأمازيغ، راه غادي يخرج لك ويخرج لك بزاف ديال الفيديوهات كيشرحوا هاد القضية هادي. مهم، غادي نهضروا على الحكام اللي حكموا الإمبراطورية الرومانية. عندك منهم الامازيغيون، فغادي نذكر لك انا من جوج منهم اللي حكموا الامبراطوريه الرومانيه، منهم سيليروس ومارك وماكرينوس، عفوا سيليروس وماكرينوس هم الحكام اللي حكموا الامبراطوريه الرومانيه. ملك الامازيغ اللي هو شيشونق، شيشونق راه الكل كيعرفوا شيشونق، اللي كان طموح، اللي كان ديما كيقول بانني غبيت باغي يحكم الفراعنه، يعني باغي يجي من باغي يولي تا هو بحال ملك الفراعنه، باغي يحكم مصر وهادي وهادي. فمشى لميسر ودى الجنود ديالو كلشي وعلى الحرب على رمسيس الثالث، فخسر في المعركه الاولى. من بعد استوطن في واحد البلاصه حدا النهر النيل وجلس، قال لهم، قال للشعب ديالو ريحوا هنا استمتعوا، يعني نتعيشوا معاهم ونولفهم وكلشي. من بعد طلع عاوتاني، يعني رجع الحرب، يعني اندلع الحرب الثانية عاوتاني على رمسيس الثالث، وانتصر في هذه الحرب هذه، واعلن ملكا للفراعنة، واسس اسرته الفرعونية في مصر. الناس كتقول راه الامازيغ ما عندهمش تاريخ. ونزيدكم عاوتاني الاخوان، كاين عاوتاني عباس بن فرناس، كلكم كتعرفوا السيدة عباس بن فرناس اللي هو اول واحد انطلقت طائرة جوية على يده. عباد الله، الناس كتقول لك الامازيغ راه ما عندهمش التاريخ، راه عندهم تاريخ اخويا، رجع للورا اخويا، رجع الى قريتي، راه هما تجي قريو لك الامازيغ. حيت علاش؟ لسببين، بزاف ديال الاسباب كاينين كيتواجدوا داكشي، شنو ما غاديش يقريوك الامازيغ. فالامازيغ فاش دخلوا للجزائر، فاش فالعرب فاش دخلوا للجزائر، واحد جات واحد المده جاوا العرب باغي ينتشروا الاسلام ودخلوا على السكان الامازيغيين الاصليون، ياك. اول حاجه الجزائر جرات على السكان الامازيغيون، قالت لهم نتوما راه ما غادي، ما قيل لكم لا تاريخ لا والو، ما غادي ندير لكم لا والو، ما استسلموش، وقفوا داروا احتجاجات وكيطالبوا بتاريخ ديال الامازيغ ديالهم والرايه العلم ديالهم وبزاف ديال الحوايج. ومن بعد انتصروا في هذه الحرب هذه، في هذه المظاهرات هذه، واعترفوا بهم بانهم يعني عندكم، عندهم الرايه ديالهم المستوطنه تاعهم، يبقاو في البلايص ديالهم. وعندك في المغرب عاوتاني راه دابا حاليا كيقراو اللغه الامازيغيه وبزاف ديال الحوايج. الناس كيقولوا لك الامازيغ، الناس كيقولوا لك راه ما عندهمش. فعلا الامازيغ قبل الاسلام كانوا يعبدون الشمس ويعبدون الحجر ويعبدون بزاف ديال الحوايج ويعبدون الآلهة الامون. حيت كيف ما كتعرفوا، كيما قلت لكم، راه الملك ديال الامازيغ راه كان استعمر مصر والفراعنه، نظرا بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش هما اصلا في قبل ما ينتشر الاسلام كانوا كيعبدوا الشمس والقمر وبزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الالهه، ما بينهم الالهه الفرعونيه. الاخوان، كيف ما كتعرفوا هضرنا على التاريخ الامازيغي، لحقاش اليوم سنه امازيغيه. والاخوان، وغادي نوريكم نحط لكم بعض الفيديوهات بعض التقاليد الامازيغ اللي كيتناولوها. كيف ما كتعرفوا الناس النصارى واليهود وبزاف ديال الحوايج اللي كيحتفلوا بالسنه الميلاديه، راكم كيحتفلوا بالشراب وكيحتفلوا بالكيكاو داك التخرميز وهذا وهذا، فلذلك حنا ما كنحتفلوش بهم كمسلمين.
والسنه الامازيغيه كيحتفلوا تاو قله العصيده كيقولوا ليها ياك، كيقولوا لها العصيده يعني هي تاو قله بشلها وتاو قله يعني فيها بزاف ديال الحوايج. فنخليكم نعترفوا نتعرفوا على هاد الحوايج هادو في هاد الفيديو هذا ان شاء الله مع الاسره ديالنا، وغادي نشوفوا تاو قله كيفاش كيديروا ليها كيفاش كيخدموها. وهذه فرصه لكم انتم الناس اللي ما كعرفوش يقادو تاو قله بشلها، انا كنت تفرجوا في هاد الفيديو هذا وتكملوه وتشوفوا تاو قله كيفاش كيتقاد، تشوفوا المراسم كيفاش كيداروا كيفاش كيديروهم سكان الامازيغ يعني اللي كانوا قبل، يعني اللي كانوا قبل غادي نكونوا كيمارسوها بشي طريقه مختلفه، ولكن حاليا القضيه كتطور شويه بشويه. الحمد لله موجودين بزاف ديال الحوايج، موجودين الاثاث وهادي كلشي داكشي مطور. فما تمشيوش فبقاو مع هذا الفيديو تفرجوا كيفاش كيقادو الناس تا ولا كيفاش كيدوزوا المراسم ديال السنه الامازيغيه. وشكرا لكم بزاف، واعطيونا الراي ديالكم على الامازيغ، واش عندهم تاريخ ولا ما عندهمش. لك لك انت حر في الراي ديالك الاخ، فاعطينا تعليق كيف ما كان الاخوه حنا غادي نتقبلوه. وشكرا لكم بزاف بزاف، الا كنت اول مره كتفرج شكرا لك بزاف بزاف، وطلعوا فريزكم مع حلقه جديده في قناه طوبلاك فلوك.